السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. القادة 13، هذه الرموز الوطنية تستحق الاحترام والتقدير. تم اعتقالها في ظروف قاسية، ظروف الأحكام العرفية، بعد حملة قتل طالت عدد من المواطنين في الدوار وهدم الدوار وسائر المناطق تحت حكم الدبابات والعسكر. تعرضوا مباشرة إلى تعذيب مع أعمارهم ومع مستواهم، يمكن وصفه بتعذيب قاسي همجي. عزلوا تماما عن العالم الخارجي لمدة طويلة جدا. حسب ما وثق بسيوني في تقريره وحسب ما أفادوا هما أنفسهم في محاكمتهم لما تعرضوا له من تعذيب، ثم وفي لحظات صدور الحكم من المحاكم العسكرية أو صدور حكم التمييز في التاريخ الذي ذكرتهم شريف، كانت أقدامهم ثابتة، قلوبهم مطمئنة، ورأسهم مرفوع. إلى الآن عندما يتصلون أو عندما يلتقون بأهاليهم لا ينقل عنهم إلا الصمود واستقرار أقدامهم على المضي في طريق المطالبة بالتحول الديمقراطي الجاد في هذا الوطن. لم يؤثر فيهم كل ما عانوه ولا الأحكام القاسية والظالمة التي لاقوها. أمثال هؤلاء يستحق أن ينحني لهم الإنسان. قضية الرموز وفي مقدمتهم الأستاذ إبراهيم شريف توضح بشكل ثابت بأن هذا النظام يمارس الكذب الصريح في حق شعبه وفي حق معارضته، وإلا فكيف يمكن أن يتهم إبراهيم شريف بأنه يجمع أموال الخمس وبأنه يعمل من أجل إقامة ولاية فقيه في البحرين؟ كانت هذه التهمة وأمثالها كافية لمن له عقل ولمن يحسن أدنى درجات القول أن يكتشف أن هذه السلطة كاذبة. ولم تكذب على إبراهيم شريف لوحده، وإنما كذبت على إبراهيم شريف وعلى 13 من هذه الرموز، وكذبت على جميع المطالبين بالديمقراطية. لم نكن نحتاج إلى تقرير السيد بسيوني ليفضح هذا الكذب. أحبتنا في المحرق، أحبتنا في الرفاء، أحبتنا في كل مكان، أنتم تعرفون إبراهيم شريف وعايشتموه على مدى عقود. كان يكفي أن يعتقل إبراهيم شريف لتنتبهوا إلى كذب هذه السلطة. قضية الرموز أثبتت أن النظام سيعاقب كل من يطالب بالحرية والديمقراطية، كان سنيا ليبراليا أو كان شيعيا متدينا. من يطالب بالكرامة، بالحرية، بأن لا تكون هناك قلة تمسك بالقرار السياسي والثروة، سنعاقبه. أيضا هذه القضية تقول، والرموز جميعا يقولون، أنهم ضحوا وطالبوا وتحركوا ليس لطائفة معينة. إبراهيم شريف يرفض أن ينتمي إلى حركة طائفية، محمد البوثلاسي يرفض أن ينتمي إلى حركة طائفية، وإنما هناك مطالب وطنية تعطل إنجازها لمدة عقود، وهؤلاء يطالبون بتحقيق هذه المطالب الوطنية. أيها الأحبة، في كل مناطق البحرين هؤلاء وفي مقدمتهم إبراهيم شريف يضحون من أجلكم، من أجل أمتكم، من أجل إنسانيتكم التي أفقدكم النظام إياها.
النظام يريدكم سنة وشيعة خدما لأجندته، يريدكم أداة من أجل أن يستأثر بالقرار أكثر، من أجل أن يستأثر بالثروة أكثر. لستم أكثر من بوابين على قصور النظام. إذا كان لديكم الاستعداد سنة أو شيعة، مسلمين أو غير مسلمين، أن تخدموا هذه الأجندة وتخدموا هذا التمييز وتخدموا هذا الاستئثار، ستنالون ما يناله العبد من قصاع الظلمة أو من فتاة الخبز. وإن رفضتم وتحليتم بروح الحرية والإنسانية، فسيكون النظام عدوا لكم. نيلسون مانديلا عندما دخل المعتقل كان في نظر السلطة وفي نظر العالم بنسبة كبيرة، لأن لم يكن هناك التفات إلى هذه القضية لحظة اعتقال نيلسون مانديلا. نيلسون مانديلا اعتقل لأنه يقود كفاحا مسلح ضد نظام عنصري، تهم بأعمال العنف وبأعمال الإرهاب وزج به في المعتقل. ومع الأيام أصبح العالم أكثر إدراكا إلى أن القضية التي يناضل من أجلها نيلسون مانديلا هي قضية الكرامة الإنسانية ورفض التمييز بين البشر على أساس اللون. علينا واجب جميعا تجاه هؤلاء الأحبة 13 وسائر المعتقلين. لديهم فرصة ولدينا كشعب فرصة أن نحولهم إلى نيلسون مانديلا ليتغنى العالم جميعه بهم. هم سنة وشيعة، إسلاميين وليبراليين، يناضلون من أجل الكرامة الإنسانية. أشد على أيدي الأستاذ رولا الصفار والفريق العمل الذي يعمل من أجل إطلاق سراح جميع السجناء وإبراز قضية السجناء السياسيين تحت عنوان أنا حر. علينا أن تتكاتف جهودنا لنجعل من إبراهيم شريف ومن هذه الرموز مانديلا البحرين. اعتمدتهم، وهذا تم إلى نيلسون مانديلا بعد سنوات طويلة، أما هؤلاء فقد حظوا كما سبقتني أم شريف في يوم حكمهم، حظوا بأفضل وسام حقوقي نافي بيلاي المفوض السامي لحقوق الإنسان، يعني الشخص الأول المعني بحقوق الإنسان في العالم، ليصف محاكمتهم بالاضطهاد السياسي. وكررت ذلك في كل محطة من محطات إعادة محاكمتهم، وتبنتهم منظمة العفو الدولية، أكبر منظمات العالم، وهيومن رايت ووتش وهيومن رايت فيرس والعديد من المنظمات معتقلي رأي، وعملت بعض النشاطات من أجل ذلك. علينا نحن أن نكمل ذلك وأن نوصل صورة هؤلاء وصوت هؤلاء إلى العالم. ثلاث سنوات إبراهيم شريف في المعتقل، تعالوا نتصورها من زاوية أخرى إلى أبناء البحرين جميعا. تصوروا أن إبراهيم شريف في هذه الثلاث سنوات يرأس الوزراء، يرأس رئاسة الوزراء، ماذا ستكون النتائج؟ أستطيع أن أجزم بأن ثلاث سنوات من رئاسة وزراء أمثال إبراهيم شريف لن يكون لدينا دين عام يتجاوز 5 مليارات دينار. أجزم بأن ثلاث سنوات من رئاسة إبراهيم شريف لرئاسة الوزراء سيزداد دخل المواطن البحريني، ولن نحتاج إلى استجداء من مجلس النواب أو غيره لزيادة 10% أو 15%، يتعذر بعد كل الجدل
بأن لا تتوفر لها الميزانية العامة. برئاسة إبراهيم شريف أجزم بأن آلاف من المواطنين الذين انتظروا وحدات إسكانية قد لمهم بيت وحصلوا على قسائم سكنية وحصلوا على قروض إسكانية تمكنهم من تشييد وحداتهم السكنية. أجزم بأن وجود أمثال إبراهيم شريف في المناصب التي يستحقونها وهو أفضل رئيس وزراء ممكن أن نتصوره. أجزم بأن خدمة التعليم والصحة في البحرين أفضل من قبل 2011، ولكن هذا وطن منكوب بعقلية الاستبداد وعقلية الفساد وعقلية الاستئثار. لذا من يستحق أن يكون في منصب رئيس الوزراء مكانه السجن، والعكس هو العكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.